اللي عاشوا مع حضرتك التجربة يعني الأستاذ عمرو فاروق. تمام يا فندم. عاش مع حضرتك التجربة، ده ابني من أبنائي حضرتك والله. وطبعا احنا بنشرف بوجوده معنا على شاشة قناة الأهلي برضو يتكلم معنا على جانب من هذه التجربة في استثمار يعني استفادة من كنز النادي الأهلي وهو جماهيره. تمام. أستاذ عمرو مساء الخير على حضرتك. ألو مساء النور. احنا طبعا سعداء انه بعد سنوات من انطلاق تجربة رابطة مشجعي الاهلي تنورنا على شاشة قناة النادي الاهلي، قناة كل جماهير ومحبي النادي الاهلي وجماهير الكرة المصرية. بنتمنى تقول لنا ذكرياتك عن التجربة وعن الاسس اللي قامت عليها، وايه اللي بنفتقده الان حتى تعود هذه التجربة الثرية الممتازة للظهور مرة اخرى. طبعا الاول بسلم على حضرتك وعلى الاستاذ خالد. ازيك يا عمور؟ وطبعا الاستاذ خالد يعني الواحد ما ينفعش يتكلم عليه، راجل علمنا يعني نحب النادي الاهلي بجد، يعني مخلص للنادي الاهلي. وطبعا شرف ليا ان انا اكون موجود على طول. طبعا موضوع الجمهور، احنا طبعا يعني كان لنا الشرف ان احنا اول ناس اسسنا حاجه يعني تبقى كل الفرق بعدينا تتابعها، واسسنا حاجه يعني ايه تشجيع، يعني ايه نوصل تروح الاستاد تاني، يعني ايه يبقى في جمهور بيشجع النادي الاهلي لمده 90 دقيقه على بطريقه منظمه. الموضوع كان موجود من قبل كده طبعا، بس ازاي يبقى الموضوع منظم وليه يعني قياده وليه هدف. يعني احنا كان هدفنا ان احنا نساند النادي الاهلي، ندعم النادي الاهلي في اي حاجه، ان احنا التذكره اللي احنا كنا بنشتريها دي كنا احنا بنقول ان احنا بنساعد بيها النادي. طبعا. المجلة اللي كنا بنستناها ما تنزل يوم الاربعاء بنشتريها عشان ندعم النادي، فدي كانت ابسط حاجه ممكن ان احنا ندعم بيها النادي الاهلي، وفي نفس الوقت ان احنا نعمل حاجه زي ما النادي الاهلي كبير بالمبادئ وكل حاجه، ان احنا برضه نعمل حاجه تبقى كبيره برضه عشان خاطر دي بتمثل النادي الاهلي. صحيح. يعني حضرتك شايف انه وانت كان عندك كام سنه ساعتها يا استاذ عمرو؟ يعني انا الموضوع ده احنا بقالنا 15 سنه، يعني كان عندي زي 18 سنه ولا حاجه. يعني في ال 18 سنه دول بدات على الحب، انك عايز تحب وتعطي من تحب. يمكن طبعا كشاب كان يمكن انت كنت ثانويه عامه مثلا او في اولى جامعه، ف يعني كنت في لسه داخل الجامعه. تمام. فبتطلع من مصروفك عشان تشتري تذكره، بتطلع من مصروفك طبعا عشان تشتري مجلة الأهلي، بتطلع من مصروفك علشان تروح الاستاد، بتنظم وقتك في دراستك علشان تبقى موجود مع الرابطة، علشان تروح تقدم للكيان اللي بتحبه وقتك وتعبك وجهدك وحنجرتك وكل هذا الحب. أكيد أنت نموذج، إحنا بنتمنى أن كل ولادنا وكل يعني أبناء مصر المحبين للنادي الأهلي وكل الأندية الحقيقة يحذوا هذه التجربة. طبعا إحنا جدول الدوري ده كنا بنطبعه مع جدول المحاضرات، يعني إحنا يبقى معانا الجدول بحيث إن إحنا نوصل ما بينه وبين الدراسة وكده، يعني لما كان في جدول منتظم. للأسف إحنا دلوقتي يعني طبعا الموسم ده يمكن إحنا برضو فيه شوية انتظام جيد يعني، لكن إحنا عشنا سنوات ما كناش عارفين على الأول يعني. حضرتك إحنا الأول أصلا كان حتى لما يتعرض علينا مثلا إن إحنا تذاكر تجي لنا مثلا من راعي أو أي حاجة، إحنا كنا بنرفض الكلام ده. احنا بنقول احنا بنشتري التذكره دي لو هي حتى ثمنها بسيط، بس احنا بنشتريها عشان ندعم بيها النادي الاهلي، يعني دي ابسط شيء ان احنا ندعم النادي بتاعنا بثمن التذكره، يعني احنا ندعم النادي بموارد النادي ازاي؟ ثمن التذكره دي ابسط حاجه احنا نقدر نعملها. فدي كانت يعني من ضمن الحاجات ان احنا كنا بنفكر حتى ان ازاي نطور استثمار النادي، ان احنا نشتري التيكت سيزون الكلام ده كله. فكان يعني دي حاجات كان نفسنا انها تستمر، ان شاء الله ترجع تاني تستمر باذن الله. ما كانش بياخدك الحماس احيانا كده انك انت تحاول تنفعل او حاجه والاستاذ خالد شاكر يقول لكم ايه يعني ازاي يقدر قول. دي ميزه لما يكون يعني معاك يعني قائد او حد كبير انت بتتعلم منه. فحتى لو انت لا، وحد كبير مش اي حد يا عمرو، اي حد كبير مش اي حد، يعني ده حد تشرب حب ومبادئ النادي الاهلي. انا مش بقول كده عشان هو معايا، لا ده تاريخ هنقوله بعد شويه. دي بتفرق برضه من حاجه ثانيه، يعني زي ما برضه لعيبه النادي الاهلي دلوقتي مثلا لما يقعد معاهم حد بقيمه كابتن محمود الخطيب، طبعا اكيد مش زي ما يقعد معاهم اي حد ثاني. فانت لازم غصب عنك هتسمع وتفهم اللي هو عاوز يقوله. فاحنا برضه كان بالنسبه لنا يعني استاذ كازم كان يجي يقعد معانا ويقول لنا على حاجات، احنا لازم
نمت واحد لان احنا بنحبه، ونمت اثنين ان ده راجل يعني انا في رايي مش هشوف حد يحب النادي الاهلي قده يعني، فانت لازم غصب عنك لازم تفهم ولازم تسمع الكلام. صحيح. فدي احنا اصلا قبل كل ماتش كان معروف احنا الماتش دوت يا اولاد معاكم فلان ده اللي يقول عليه تنفذوه. فاحنا كان ما ينفعش ان احنا نخرج عن النص، او ما كانش ينفع ان احنا حتى لو في حد فينا يخرج كان في كبير ممكن يعني ايه يلم الموضوع على طول. طب يعني اتفضل. طب يعني ايه اللي تقدر تقوله في يعني نقط محدده للشباب اللي هم اصغر منك سنا دلوقتي ومرتبطين بحب النادي الاهلي ايضا وبيقدموا تضحيات للنادي الاهلي من وقتهم ومن جهدهم، تقول لهم ايه علشان يرجعوا تاني للمدرجات؟ انا بتكلم على الجمهور، الجمهور الحقيقي مش العنصر اللي هو يعني خارج عن النص زي ما انت قلت. طبعا دي اول حاجه ان احنا لازم نستحمل يعني حتى لو في يعني لو فرضا في استفزاز او اي حاجه لازم احنا نستحمل الموضوع ده، لان الفتره دي احنا عاوزين نعدي وعاوزين نخش الاستاد تاني وعاوزين نرجع الاستاد تاني، فما ما يحصل لازم احنا يكون عندنا ضبط نفسي، لازم نستحمل اي حاجه عشان عايزين نرجع تاني الاستاد، عايزين نساند النادي، احنا كان في بطولات كتير قوي الجمهور هو اللي كان بيجيبها. ايوه. فاحنا عاوزين نرجع تاني الاستاد، فانا بقول لهم ان لازم الحماس يكون يعني ليه سقف، لازم ان انت برضه يكون بتفكر في ان انت اللي انت بتعمله ده هل هيفيد النادي ولا هيضر النادي؟ ايوه. انا بروح الاستاد ليه؟ عشان اساند النادي بتاعي ولا علشان اجيب للنادي عقوبات او ان انا يعني اوقع النادي في مشاكل؟ وفي نفس الوقت برضه لازم يكون في يعني ليونه شويه او يعني الامن يفهم ان دول شباب برضه لازم نحتويهم ولازم يعني يكون في كلام، لان برضه ايه مهما كان ده شباب، الشباب لازم عاوز حد يبقى يحتويه. صحيح. ودول عندهم حماسه وبرضه معلش مع احترامي يعني اللي بيخش الاستاد دلوقتي احنا قعدنا كام سنه من غير جمهور. ايوه. اللي بيخش الاستاد دلوقتي جديد على الاستاد عاوز اللي يفهمه، عاوز اللي يعني يستقبله كويس، عاوز اللي يعني انت دلوقتي انا جاي اشجع اديني ادوات التشجيع بتاعتي ما فيش مشكله، لما يكون معايا ترومبيت ما فيش مشكله، لما يكون معايا علم النادي، دي حاجات يعني بسيطه بالنسبه للامن، فانا والامن واقف بيها مش هتضر في حاجه، بل بالعكس انت كده هتكسب الجمهور. صحيح. هو طبعا اللي انت بتقوله ده شيء جميل جدا جدا، قواعد محترمة. الأمن طبعا أكيد أكيد عايز الجمهور يدخل في سلام ويخرج في سلام لأنه مسؤول عن أرواح الناس. الأمن أكيد في شباب زيكم بالظبط وزي الأولاد الموجودين حاليا ظباط عندهم 22 و23 سنة ومجندين وفيهم أهلوية وفيهم زملكاوية من الرابطة كمان. وفيهم ناس من الرابطة يعني خرجت أكيد فيهم ناس أكيد، وهم خايفين على أرواح الناس وخايفين على أرواحهم وخايفين على النظام. إحنا طبعا أنت قلت حاجات جميلة جدا جدا، هنخلي الأستاذ خالد شاكر يعلق عليها، هنطلع فاصل ونرجع تاني مع الأستاذ خالد شاكر. أرجو أنك تتابعنا وإن شاء الله بإذن الله نفضل متواصلين على شاشة قناة النادي الأهلي.